علمت أن انتخابات البرلمان الأوروبي ستكون في عام 2014، لكنني لا أعرف التاريخ تحديداً، ولأنني من إيطاليا وأعيش في إسبانيا، هل يحق لي التصويت في بلد الإقامة الحالي؟ هذا صحيح، الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي هي بين 22 و25 من شهر آيار مايو المقبل. اليوم سيحدد من قبل كل بلد على حدة. مواطنو الاتحاد الأوروبي سيختارون مجدداً ممثليهم في البرلمان الأوروبي. انتخابات العام المقبل ستكون مهمة لأسباب عدة. أولاً، أعضاء البرلمان الأوروبي سيقرون القوانين التي لها تأثير على الكثير من جوانب حياتنا، على سبيل المثال تحديد العدد الأقصى لساعات العمل خلال الأسبوع الواحد لموظفي الاتحاد الأوروبي، وتحديد العطل وتكاليف المكالمات للهواتف الجوالة في حالة الذهاب إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى هذا، منذ الانتخابات الأوروبية الأخيرة قواعد اللعبة تغيرت، فالبرلمان الأوروبي أصبح أكثر قوة فيما يتعلق بالناحية السياسية الأوروبية بشكل عام وبالقرارات التي لها تأثير مباشر على حياتنا اليومية. برلمان أوروبي أكثر قوة سيؤدي إلى المزيد من القدرة على تغيير ما يحتاج إلى تغيير في الاتحاد الأوروبي. هناك نقطة أخرى، إنها المرة الأولى التي سيتم فيها انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية بناء على قاعدة مبنية على علاقات القوى الناجمة عن هذه الانتخابات. أما عن سؤالك بخصوص تصويت المواطنين الأوروبيين المقيمين في دولة عضو أخرى، لهم الحق في التصويت والترشح في الانتخابات الأوروبية كما بالنسبة لرعاية ذلك البلد. في حالتك كمواطنة إيطالية مقيمة في إسبانيا، بالإمكان القيام بهذا بنفس شروط الإسبان. عليك أن تبلغي عن نيتك في التصويت وأن تطلبي بتسجيلك في القوائم الانتخابية في إسبانيا. عليك أن تلتزمي بالتصويت لمرة واحدة في الانتخابات، أما التصويت لصالح المرشحين الإيطاليين أو الإسبان وليس للإثنين على حد سواء. وأخيراً، إن توجب التصويت في الانتخابات الأوروبية في البلد الذي انتقلت إليه، يجب التوجه إلى صناديق الاقتراع. هذا لا ينطبق على إسبانيا. أنتم أيضاً اطرحوا سؤالكم على موقعنا الإلكتروني وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.